الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الوضوء، قال: وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وقد سبق بطوله في باب الصبر، وفي الباب حديث عمرو بن عبسة السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. مر علينا هذا الحديث في باب الصبر، كذلك حديث عمرو بن عبسة في صفة الوضوء، الحديث الطويل في باب الرجاء، وقد تكلمنا عن هذين الحديثين بما فيه كفاية إن شاء الله. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، المراد بالإيمان في هذا الحديث الصلاة، قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فالطهور هنا المراد به الطهارة، سواء من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. وقيل المراد بالطهور هنا هو الطهور من نجاسة الشرك، والإيمان هو الإيمان على بابه، وذلك لأن الإيمان لا يصح إلا إذا خلا من الشرك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الأمرين: ترك الشرك واجتنابه، والعمل بالتوحيد والتمسك به. فلا بد من الأمرين. لذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يحتمل هذين المعنيين: الطهور الذي هو ضد الشرك، وإما الطهارة التي هي ضد النجاسة. والإيمان إما هو الإيمان على بابه، وإما المراد به الإيمان بأنه الصلاة. إذا قلنا بأن الطهور المراد به هو الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي رحمه الله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث فيه مسائل: أولها أن هناك أذكار مشروعة تقال عند الوضوء قبله وبعده. فأما قبل الوضوء فقد جاءت التسمية، والتسمية قبل الوضوء مختلف فيها بين أهل الحديث في ثبوت هذه الحديث وعدم ثبوتها، فمن سمى فلا بأس ومن ترك فلا بأس. وأما بعد الوضوء فقد ثبت في هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. هذا حديث صحيح بلا خلاف، فهذا الذكر بهذا اللفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن المسلم يقول هذا الذكر ولا يتركه بعد الوضوء. وزاد الترمذي في جامعه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وهذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، اختلف فيها أهل الحديث بين مصحح ومضعف، فأثبتها ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد، وضعفها ابن حجر وغيره، فمن قالها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، ولكن الثابت الذي لا إشكال فيه هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأيضًا جاء عند النسائي في عمل يوم والليلة
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذه الجملة أيضا بعد الوضوء تقال، اختلف فيها أهل الحديث، فمن صححها ومن ضعفها. فمن صححها قالوا، يعني اختلفوا هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابي. وعلى كل حال مجموع ما ورد بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا مجموع ما ورد. فأما الجملة الأولى فهي ثابتة بلا إشكال، وأما ما بعدها ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن قاله فلا بأس، ومن لم يقله فلا بأس، ولا ينكر على أحد من الطرفين لاختلاف أهل الحديث في ثبوت هذه الأذكار بعد الوضوء. ومن هنا نستفيد أن الأذكار التي وردت إما أن تكون قبل وإما أن تكون بعد على هذه الأذكار التي ذكرناها، ليس هناك زيادة على ما ذكرنا. ومن هنا نستفيد أن ما يذكر من الدعاء الذي يقال بعد كل عضو، إذا غسل اليدين قال دعاء، وإذا غسل الوجه قال دعاء، وإذا غسل الرجلين قال دعاء، كل هذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة، وينتشر هذا كثيرا عند الروافض. فلا يثبت أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أثر عن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، أنهم يدعون بعد كل عضو، يخصصون دعاء معينا بعد غسل الوجه أو بعد غسل اليدين أو بعد مسح الرأس أو بغسل الرجلين، هذا كله لا أصل له. ومن المسائل المتعلقة أيضا بهذا الحديث أنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء حال ذكر هذا الدعاء، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويرفع بصره إلى السماء. وهذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف، يعني لفظة رفع البصر إلى السماء ضعيفة. وأيضا من المسائل المتعلقة هل ترفع السبابة ولا ترفع السبابة عند ذكر هذا الذكر، لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع سبابته في هذا الموضع، ولكن بعض العلماء يقول لا بأس برفعها لأن إشارة للتوحيد، لكن كأصل أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. وما يستفاد من هذا الحديث ونختم به أن أبواب الجنة ثمانية، أن أبواب الجنة ثمانية بنص هذا الحديث، وأما النار فلها سبعة أبواب كما في الآية، وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى. فالجنة وهي فضله ورحمته سبحانه وتعالى على عباده أبوابها ثمانية، وعذابه أبوابه سبعة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذابه وأن يدخلنا جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.